بثلاثة الصحة شرفتونا ولقائنا مع جليلة حراجلي فتنس اكسبرت حول دمج التكنولوجيا والأساليب والبرامج الجديدة بالتدريب الرياضي والقيمة المضافة للرياضة ودور المدربين. أهلا وسهلا فيك شرفتينا. أهلا وسهلا فيك. شو يعني دمج التكنولوجيا بالتدريب؟ يعني استعمال الوسائل الحديثة بالرياضة، تطوير التكنولوجيا بما يتماشى مع عصرنا بهيدا الوقت. بتكوني عم بتفكري كل الطرق اللي تجنبي فيها تكسبي وقت وتتمرني وتستفيدي بوقت قليل، ونكون عم ناخد الماكسيموم بنفيت من أي سبور نحن عم نكون عم نقوم فيه. التكنولوجيا اشتغلت دايماً لصالح الأشخاص، وتوجهت أنا لهيدا الشيء أول شيء لأنه it's the trend plus عرفت قديش قيمتها على لقلنا كأشخاص وكأفراد، وقدي بتكسبي وقت وقدي عم تستفيدي لأنه الحياة لا تطور لقدام. من خلال شو جليلة؟ يعني من خلال الوسائل الحديثة، مثل أنا مثلا هلأ أنا لجري إنستركتور. لجري هي طريقة جديدة، هلأ جديدة بلبنان، ما صار لزمان بس هي صار لفترة من 2005. It was invented by Sebastian Legree اللي هو French inventor، هو body builder، صار عنده sport injury، قرر يخترع أو يلاقي ماشين اللي هي بلش بالبروفورمر رجع كفى بالميجافورمر، اللي هي ماشين بتقدر تكوني عم تشغلي total body workout، تشغلي جسمك high intensity with low impact. لأنه في أشخاص بيصير عندهم ديسك، بيصير عندهم مشاكل صحية بتعيقهم من أنه يعملوا رياضة. إجت الليجري ميثود كإكزامبل لتساعد هؤلاء الأشخاص اللي ما بيقدروا ينطوا، فور إكزامبل اللي ما بيقدروا يحملوا heavy weight، أنه يكونوا عم بيمرنوا عضلاتهم مع high intensity during the workout. تكوني عم بتحرقي قد ما فيك calories، عم بتشتغلي على slow twitch muscle fibers اللي هن الألياف العضلية البطيئة الانقباض اللي هي خاصة بالشيب تبع الجسم اللي هي بتحرق دهون. هيدا الشيء بحفزك أنه أنت في أشخاص ما بيقدروا يتمرنوا أنه يكونوا عم يتمرنوا via this method. وأكيد الشيء الثاني اللي أنا كمان بعطيه واللي هو steel training اللي هو يخصه بحمل الأوزان بس كمان بطريقة حديثة. نحن اشتغلنا على أنه نطور عم فرجيك أنه عم نعرض الصور. yes this is the Legree method that's on the megaformer. نحن بتكوني أنت عم بتشغلي البلاتفورم، عنا الموفينج بارت اللي هي الكاريج وعنا الفيكست بارت اللي هي البلاتفورم. بكل مرة بيكون فيها بالانس، عم نشتغل على كل عضلة بدقيقة ونص، دقيقتين أو دقيقة within high intensity. أكيد بنوقف وقت كتير قصير، ما في كمان ترانزيشن قد ما فينا مننقل from platform to another. والأهم بهذا الموضوع أنه هيدي الميثود for all levels، يعني أنا بفوت على صفي أشخاص مبتدئين وأشخاص very advanced by limiting the range of motion. يعني أنا بقول لهم للأشخاص كتير تعبانة أو تعبان فيك تخفف تنزل أقل بس تنزل عمهلك. الأجري ميثود بتتبع طريقة أنه نحن نشتغل على slow motion to keep your muscle under tension. على طول في contraction muscular، نحن العضلة مشدودة على طول وعم تحرق بوقت معين وبتنقلي من عضلة لعضلة. هيدا الشيء اللي يخليها عم تتطور. وباي ذا واي اهم مشاهير العالم هلا اتس ذا ترند اول اوفر ذا وورلد. بس ما بتشبه البيلاتس؟ اتس نوت بيلاتس. هيدا اهم شيء لازم نعرفه. في غير ماشي نحن الميجا فورمر. البيلاتس اذا بدك الليجري هي بيلاتس اون ستيرويدز اف يو وانت، ذاتس وات ذي يوجوالي سي ات. لانه البيلاتس هو لو انتنسيتي هاي لو امباكت. نحن هاي انتنسيتي اند لو امباكت. هاي انتنسيتي ذات مينز فيها كارديو فاسكولار كثير قويه كثير افكتيف وكثير التارجتس ات سكالبت ذا بودي، وبنفس الوقت لو امباكت لانه سيف لانه ما في مجال يكون في ضرر. وانس يو ار ان بوزيشن يو ار واتشينج ايفري ون، والكل عم بيشتغل بطريقة متماشية وبيمشي الفلو اوف ذا كلاس. خلص بيصير الكل عارف فيها كور كتير فيها upper فيها lower، so you are balanced وبتعملي coordination during the same workout. يعني أنا بس كون على platform أو أي شخص بده يكون عم بينتبه أنه أنا مركزة to be balanced لأنه there's a moving platform عم تتحرك من تحتك. so أنت بدك تكوني عاملة focus you engaging your core to support
yourself from falling. هلا ما في ريسك انه الواحد يوقع، لانه نحن اكيد بنعطي اكسبرس 30 كلاس، اتس ان انترودكشن فور ذا لجري، بصف 30 دقيقه مدته 20 دقيقه ورك اوت، بيرجعوا بينتقلوا معي للميجا 50 لايت، نرجع للميجا 50 ومن بعدها بنتفرع ميجا 50 ميجا اتلتيك ادفانس، ميجا ابز اند ارمز، ميجا جلوتس. سو عندنا كثير فرايتي دورينج ذا سيم ورك اوت حسب الكلاينت وحسب كل شخص يعني شو عباله. يس سوري بس لافهم. يس شور. يعني نحن بنروح لعندك يس نعمل الكلاس على هال اللي شفناها صح على الميجا فورمر على الميجا بنرجع بنخلص يس بننقل على المحلات اللي نحن بدنا نشتغل عليها نشدد عليهم. no. يعني انا مثلا بدي الابر يكون كثير، ما هيدا اللي انا بدي اقول لك انه during the workout هي 50 minutes usually ساعه، بس هي منها 50 دقيقه workout. بهيدي ال 50 دقيقه نحن بنشتغل total body workout. okay. منبلش بالكور اللي هي mainly الابس، يعني واكيد definitely when we say core يعني عم نحكي this part يعني فيها back and everything. منكفي بالleg block، منشغل obliques، من بعدها من start right leg left leg the obliques، ومنرجع منكفي ال upper body. you leave the class you cannot do any other workout. ما فيكم تتمرنوا ولا شيء ثاني بعد الصف. okay. of course you can stretch، بس نحن we start from A to Z، يعني منبلش منمرن كل الجسم الكور ومنخلص بالستريتشينج. you leave the class ready to move on with your life. وthat's it. وعنا أكيد few يعني different timings لأنه we are in a studio and I have to say that we are at Monday Fitness Studio the first to bring the Legree to Lebanon. ونحن التانيين بالميدل إيست. okay. صرنا سبع سنين بلبنان. so وكل مرة عم نجيب ماشينز جديد لأنه سيباستيان لاغري أو لاغري didn't stop، بعده عم بيعمل الفيرسا كلايم قطعت قبل شوي بالفيديو. كل شوي كل مرة هي invents وبيعمل update للميجا فورمر للماشين تبعوله بما يتماشى مع العصر. that's why نحن we try to be always up to date وعطول بتحضري. ونحن as instructors we go on the machine we start we try the routine قبل ما كمان نعطي الصف. وكل صف بيتحضر له روتين معين حسب الليفل. مرات بيكون معك أشخاص super advanced ما في يمشي بليفل مع أشخاص بعدهم مبتدئين. بس وإن حصل فيك تعمل أنت adaptation لهيدا يقدر يستفيد من الصف، واللي بيكون beginner ما يحس حاله behind. بعدين على البلاتفورم عنا إذا facing front facing back صرنا أصعب كل مرة من قوي بالspring loads. usually we take care نحن as instructors نحن منكون عم نشتغل عليها. so that's it. so that's my first specialty. go ahead. جليلة هيدا الشيء ما بيخول التريني تيعمل effort أقل؟ بالعكس. This is maximum effort. It's a high intensity. أنت can you imagine أنه أنت طالعة على moving platform موصلة بسبرينج بروسور وأنت بدك تعملي بالانس، تكون عم تعملي لانج عليها وهي عم تتحرك تحتك وأنت بدك تثبتيها بنفس الوقت وأنت عم بتحركي عضلاتك. or if you are doing an isometric hold you are placing it. هي أنت مش قاعدة على ماشين عم بتحركك. That's the misconception. مش بس البالانس علي يعني. فيها بالانس، فيها definitely you are targeting the muscles. أنت عم تشتغلي. عم تشتغلي كور كتير. So كله علي. أنا فكرت بس البالانس علي. Yes. بس ما عم بتقول هيدا المسكونسبشن فبتخيل yes, yes. إنه إيه. No, it's not لأنه صح. بس إيه. by the way, and we have mega chill and mega stretch. So you can be on the platform just chilling. And that's just doing the stretching. Yes, you could. We have this. But as a mega 50 class or even an express 30 أو حتى بالميجا 50 light نكون نحن عم نغير بتدريج الروتين. بس أنت ولا مرة ما بتكوني بالهاي intensity. هي actually we are working like time under tension. يعني نحن عم نستغل الوقت لنخلي المسل contracted. هلا if I tell you to lunge or squat and hold you are under pressure. أنت كمشت العضلة وشديتيها وبطلتي عم بتحركيها. you are under tension or when you are moving or you are twisting.
So هيدا كله definitely. And by the way, and I wanted to wait till the end, but since you know, you are invited to join the class, and I would be more than happy. Thank you. Oh, anyway, we will definitely. Yes, yeah, we will. I would be more than happy. I would open just a class for you. Just هيك لنمخضخ على رواق بالكلاس and we'll do it to anyone with شرفتونا كمان عم يحضرنا وحابب بس they can contact us for بس to reserve their spot بس as for you anytime you're free you are more than welcome thank you so much أكيد هلا السؤال الأكبر yes any trainer yes في يشتغل عليها في يمرن عليها عمين definitely not نحنا أخذنا كورس مطول well هو ما أخذني طويل أخذني restricted بس أخذنا like 3 or 4 months of training قبل ما تبلشي تعطي a class you're not allowed to لأنه فيها تكنيك كتير بدك تحفظي أسماء في عندك كتير قصص بدها balance في عندك safety بدك أنت تحفظي يعني أنا ما في أجي إلا لشخص تلعقعد مثلا bear there's a bear there's names for each move there's a name عندك wheelbarrow, we have bear. So أنا ما في أقليك let's do bear now. If I tell you let's do lunges, you're gonna know. بس إذا بقليك elevator lunge, so it's completely different. بدي أقليك في تكنيك, I have to tell you where to place your right foot, where to place the left one, how to lunge down, how to lift up, how to do the twist. So هيدول ما في حيلا حدا يجي. هلأ بكل أسف في أشخاص بيروحوا بيشتروا ماشينات from everywhere أو من China أو whatever. Which is fine, بس إنه وبيحطوا instructors ما عندهم خبرة. يعني نحنا بس تدربنا هون تدربنا على إيدين master trainers هن certified دغري from the degree يعني school. So نحنا we follow the method, we do the updates. Updates عطول عنا workshops. So ما بتخلص هون وكل حركة إلى different variations الأصعب وإلى modifications اللي هن الأسهل. So it's never. The same ولا حدا بيجي بيقدر يطلع وبتكوني super advanced وبتفكري you can do it if you don't follow the instructions بتصيري عم تعملي باتيناج وما بتستفيدي طيب شو اللي شو بستفيد أنا كشخص بعمل سبور بروح على الجيم بعمل body weight بعمل عندك Yes. ما بستفيدوا بالجيم محل ما أنا بروح لا أنا ما فينا we cannot neglect أو نلغي دور ولا شيء في أشخاص مرأون يمكن يعملوا دانس في أشخاص بيحبوا يعملوا أنا مني ضد إنه لا ولا أنا عم بس شو بتستفيدي I'm telling you هو total body workout بتكوني عم تشتغلي كل جسمك هلأ فيك تقليلي لأنه مرات أنت بالweight training أو على الماشين بدك تشتغلي مع repetitions you have to stop في عندك resting period بدك ترجعي تكفي for time management it's very effective لأنه أنا بكون عم بشتغل على الماشين عم بعمل كل جسمي عم بستفيد عم بعمل سكولبتينج للجسم عم بنحت عم بربي عضل وبنفس الوقت أنا كسباني وقت أنا عم بشتغل صح وأنا فيها هارت ريت عم بيعلى الهارت ريت فيها كارديو فاسكولر سو أنت من كل الجهات أنت أتممتي الورك أوت اللي ممكن تعمليه برا على الفلور بساعة أو بساعتين وغس وات أنت على الفلور بديك جايدنس أو بديك تعملي جروب كلاس فتنس ولو حبيتي تعملي جروب كلاس فيتنس رح تجي لعندي كمان لانه اي جيف توتال بودي ورك اوت اند ستيل تريننج اللي هو كمان تحملي حديد واوزان ودمبلز اند ستاف بس كمان ان ديفرنت تراكس بيشبهوا كثير بعضهم لانه حبيت اعطي نفسي هيدا الهويه انه نكون عم نشتغل توتال بودي ورك اوت نشغل كل عضلات الجسم نكسب وقت وبنفس الوقت نكون عم نستفيد بيعمل تونينج ديفينيتلي يعني اتس بودي كونديشنينج اتس تونينج يس اوكي يعني والمعده والكذا رح تجي رح تشوف الصبايا رح تشوف اجسامهم اكيد لانه during all the workouts احنا كور عم نشتغل سو اكيد بتستفيدوا بيها حق الجسم يعني. صح اوكي هلا عندي اذا شايله كل الفات شو اذا انت عامله اللي عليك وشايله كل الفات ايه بس هو اتس فات بيرنينج كلاس از ويل لانه انت بس يصير عندك كتله عضليه اوتوماتيكلي جسمك رح يبلش يحرق طيب جستمون بعد قد ايه بنشوف الفرق بنشوف الريزلت هلا اذا بتشتغلي على اذا عم نحكي هلا لجري اذا ميجا 50 كلاسز اور اكسبرس 30 3 تو 4 تايمز ا ويك او 3 مرات بالاسبوع مع نظام غذائي صحي متكامل مع ساعات من النوم مع شرب كميات كافية من الماء definitely within 4 weeks رح تبلشوا تشوفوا النتيجة ويمكن قبل
وبدي اقول لك شغله، الاشخاص اللي عندهم تارجت تو لوز ويت رح يخسروا وزن، والاشخاص اللي بدهم يعملوا تونينج رح ينحتوا جسمهم. هيدا اكيد ريليتد تو يور لايف ستايل، طبيعه الاكل، بس كإفادة اكيد بتستفيدي، واكيد اذا انت عامله بالانس وذ يور كالوريز اكيد اكيد رح تكوني عم تضعفي، وباكد لك انه الجسم رح ينحت. طيب اذا بدنا نحكي شوي صحه، يس، يعني الناس اللي عندها مشاكل ظهر، صح، الناس اللي عندها مشاكل رقبه، نحن بنعرف انه بالبادي ويت في كثير مشاكل بيصير، صحيح، في شد على الرقبه، صح، الناس اللي عندها الاجرين بس بدها تقوم، هيدا هل وذن طبعا الدكتور اذا سمحوا كل شيء بيساعدهم بيعمل باول العضل؟ اكيد، حتى if you ever search about the Legree method او حتى نحن بالستيل تريننج، بس when you search فولي اشخاص عندهم ديسك، وانا كنت عم خبرك بالاول انه سيباستيان ليجري صار عنده انجري وهو بادي بيلدر وبيرسونال ترينر، منعته من انه يمارس الرياضه، وذاتس واي اخترع هيدي الماشين، لانه ما فيها اتس لو انت لو امباكت، اتس هاي انتنسيتي بات لو امباكت، اتس سيف. سو انت انا اكيد ديفينتلي بكل سيشن بيوصل لعندي ممبرز اور كلاينتس، انا بكون عم بسالهم انه دو يو هاف اني سبورت انجري، دو يو هاف بين، اذا حدا بيقول لي مثلا كا كثير سيفير دغري انا، ذاتس واي لازم تكوني انت دارسه وعارفه شو عم تعطي، دغري انا بدي اعطي موديفيكيشن للموف، بدي الا انه انت مثلا او انت ما فيك تكون عم تعمل بهيدي البوزيشن، رح اعطيك التريشن اعمله شيء ثاني مين وايل لكننا خلصنا، لانه ما بوقف صف كرمال شخص ولا بظلم شخص باذيه ينعطب، لانه سبورت انجري بتكلف بتكلف وقت، وبتكلف انه انت تنمنعي عن الرياضه وقت طويل. سو ذاتس واي انه اكيد وي تيك انتو كونسيدريشن كل كا ميديكال لحاله، كل حدا بيخبرنا شو عنده، وهيدي وجباتنا اساسا نسالهم انه انتو شو بتحسوا، شو وجع، يمكن during the workout حدا ما يكون بشي يجي يقول لك انه انا بصراحه موجوعه كثير من رقبتي مش قادره اكفي، بدي يكون دغري انت عندك البديهه والخبره انه انت تقولي لها let's do this and continue بلا ما هي تحس حالها behind. يعني today I was giving a class in the morning وفي صبيه قالت لي مرسي لأنه كنت patient with me and I appreciate your patience. تلا that's my duty. I do it happily. لأنه ليه بدها تنظلم وعبالها تجرب شيء ولازم هي تكون عم تستفيد مثل أي شخص. So بما أنه جليلة ذكرتي لنا كل هالأمراض أو الباك بين أو كل شيء كمان ذكرته كارين، عم بتأكدي لنا أنه ما في حدا ممنوع أنه يتبع هيدا البرنامج، صح، إلا إذا حدا الدكتور بيقول له ممنوع تمارس الرياضة أو أنت ما فيك تعمل ولا نوع رياضة until you recover completely. أوكي. أنا من الأشخاص I'm an instructor وبدرب وبتمرن 5 ساعات بالأسبوع وبعطي 4 أو 5 صفوف بالنهار، هديك اليوم صار عندي lateral meniscus torn I had to stop working out من خبطة، يعني عطلتني عن ممارسة الرياضة، ما بعمل بريشر على جسمي ولا بسمح انه حدا، وحدة تلميذتي قالت لي عورت ايدي كسرة ايدها، قالت لي بدي اجي بعمل لور معك، قلت لها ما بتجي ابدا، بتجي بتقعدي، يور نوت الاو تو، لانه بتكلفك السبورت انجري بتطولي لتصحي وتو ريكفر، اذا في نيرف دامج، اذا في مسل دامج، انه ليه الواحد بده يجي؟ I always say listen to your body. Focus on your tempo اللي هو slow tempo بأي move، حتى بالستيل training برفع بالأوزان نفس المبدأ دائما، ولا مرة بتفكري أنه أنت بديك تجهدي نفسك، مزبوط، we bring the muscle into failure، منوصل للفشل العضلي كان بالستيل training ولا بالLegree method، بس ولا مرة منأذي حالنا ولا مرة مننعطب لأنه عم نتمرن. وين اللوكيشن تبعكم؟ فيردان، بفيردان بلازا. اوكي، بنهاية تبعدوا اكثر بعد، روحي لف نحن قاعدين هون، نحن اللي ساكنين هون، شو خاصة قبل ما نشكرها بس بعد. By the way I give in many other gyms يعني okay. بس ستيل تريننج so, بس in بيروت. اوكي. بدي اعرف منك كمان بنهاية الحديث قد ايه اهمية انه الترينر تكون فيميل، لانه كانت الموضة انه الترينرز على طول رجال، هلا الموضة انه يكونوا ستات وبنات. هلا اهميه وقد كان في صعوبه بانه تكسر هيدي الصوره. هلا بالبدايه انا بس بلشت از انستراكتور، هلا ما واجهت مشاكل لانه ولا يوم كان عندي المشكله، انا اي تو ورك اوت بيفور كثير وقت طويل،
بتتعرضي مرات لفكرة إنه في أشخاص بيوقفوا قدامك مثلا قدام الصف وبيترددوا إنه يفوتوا for the idea إنه أنا there's a female instructor بالأخص بس كون عم بعطي steel training بصيروا إنه أنا بدي فوت أحمل أوزان والمدربة المدربة معي مش ميل. So once they walk in بيكتشفوا إنه أنا مش أنا. So أنا مش الصورة اللي عم بيشوفوها لأنه منبلش جد منخلص جد. هلا at the end of every class sometimes we put music, I let them dance. في أشخاص بيحبوا يعملوا دبكة بس أنا بأكد لك هلا مش رح أقول لك إنه 50-50 in my classes. Sometimes some gyms they hit like 80% male bodybuilders بيشتغلوا they know to catch up the time. في أشخاص بيروحوا بيلعبوا بالات بيعملوا سكواش بيعملوا كل شيء and they join my class. وبنفس الشيء للفيميلز. وكمان هذيك المرة one of the my members she told me أنا كنت بالجيم X و Y قالت لي ولا يوم بحياتي تخيلت أنه أنا بفوت على صف total body workout بعمل بحمل أوزان وأقبل أنه فيميل كوتش تكون عم بتدربني yeah. وحس حالي أنه أنا استفدت. قالت لي أنه دايما بيفكروا أنه أنت ضعيفة بس once they walk in and they know نحن كثير serious بالترينينج خلص بتنكسر هالصورة. بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك جليلة حراجلي فتنس اكسبيرت شرفتينا. I'm waiting for your visit. أكيد أكيد we will. زوروا موقعنا alphatv.com. تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا. اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.